السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة، بحلقة جديدة من حصاد الأيام وأبرز ملفات اللي نتابعها. الانتخابات المحلية، اختبار التماسك السياسي وسباق الجدل المبكر. الأزمة اليمنية، احتمالات الوساطة العراقية بعد جمود الجهود العمانية. حياكم الله مع الدخول في العد التنازلي لإغلاق بوابة تسجيل التحالفات السياسية الراغبة في الدخول للمنافسة الانتخابية لاستحقاق المحلية، تبرز معطيات المشهد الجديد اللي يتسم بمنعطفات الحادة نظرا للحجم الكبير من الائتلافات الراغبة في المشاركة، فضلا عن الكتل الناشئة اللي وحدت لحد ما جبهاتها واندمجت في بودقة واحدة. النتائج المتوقعة وشكل الحكومات المحلية هي الأخرى أبرز الملفات اللي تعمل الكيانات السياسية على احتواء تداعياتها. فالانتخابات المحلية بعد عقد من الغياب تسلمت شعلة الجدل بامتياز. أما في ملفنا الثاني مشاهدي الأحبة لحصادنا في هذه الليلة، فإن الوساطة العراقية اللي أسهمت في تحقيق التقارب بين طهران والرياض وأبعدت فرضيات التصادم وأكسبت المنطقة أمناً إضافياً، يحاول العراق إعادة الكرة في هذه المرة في الوسط مجدداً بين أطراف النزاع اليمني من خلال اتفاق التشاور السياسي الذي وقع على أرض بغداد دار السلام، خاصة وأن محفزات هذا الالتئام حاضرة منها علاقة العراق الجيدة مع الجميع والجهود الإقليمية والدولية اللي تحاكي مخاطر استمرار الأزمة الدامية بين الأطراف المتحاربة وضرورة تجاوز مرحلة الاقتتال إلى مرحلة الحوار. هذين الملفين راح نتابعهم ضمن حصادنا لهذه الليلة، تتفضلوا البقاء ويانا ومتابعتنا. حياكم الله مجددا مشاهدي الأحبة بهاي الحلقة من حصاد الأيام، وأرحب بضيفي الكريمين الدكتور محمد العقيلي رئيس مجموعة الدراسات والأبحاث الاستراتيجية الدولية. أهلا ومرحبا بك دكتور محمد، والأستاذ عمر الناصر عضو حركة بداية ضيوفا كارم في الأستوديو. دكتور محمد، الأحزاب اللي راح يشارك بالانتخابات المحلية أرقام كبيرة تخطط حاجز 200، نستذكر احنا مجلس النواب كانت 269 حزب، هسه لحد الآن أكثر من 15 حزب تم تشكيله وتسجيله في دائرة الأحزاب رغم صحة الإجراء وكونه ممارسة ديمقراطية، لكن هذه الأعداد هل تعكس برأيك مؤشرات حجم التنافس؟ شكرا جزيلا على هذه الاستضافة، تحية أستاذ أحمد لك وإلى الأخ الكريم أستاذ عمر وإلى جميع قناتكم مشاهدي قناتكم الموقرة. قطعا مثل ما تفضلت، هي حالة صحية في النظم الديمقراطية أن تكون هناك مشاركة واسعة في الانتخابات من قبل الكتل والكيانات والأشخاص في الانتخابات التي هي ممارسة ديمقراطية وممارسة تعبر عن الثقة في النظام السياسي، تعبر عن الطريقة في النظام السياسي هي التبادل السلمي إلى السلطة، ثالثا هو تنافس ما بين الأشخاص والكتل السياسية عبر يعني مساحة تعطى إلى من يريد أن يقدم الخدمة، لأن هذه مجالس المحافظات هي مجالس خدمية، إلى الأقضية والنواحي وكذلك مراكز المحافظات. فبالتالي هذا التنافس بقراءتي أنه هو حالة صحية، أي أن الأغلب كلما اتسعت المشاركة وجدنا أن هناك ثقة متزايدة في العملية السياسية التي من الممكن أن تتصحح أو تصحح يعني اتجاهاتها التي كانت فيها بعض يعني الأخطاء من خلال الممارسات، من الممكن أن تصحح أكثر من خلال هذه المشاركة الواسعة، لأن هذه المشاركة الواسعة هي تتبعها جمهور سوف ينتخب هذه الكتل السياسية،
نسبة المقاطعة في الانتخابات السابقة يعني كان كبيرا جدا، لكن من الممكن كلما اشتركت شخصيات أكثر، كلما اشتركت يعني أحزاب أكثر في هذا المضمار، باعتقادي هم مطمئنين إلى أن هناك جمهور لهم على الأقل جمهور خاص سوف يعني يذهب إلى صناديق الاقتراع. إذن زيادة حجم المشاركة وزخم المشاركة هي نسبة وتناسب بحجوم وبنسب معينة مع زيادة المشاركة في الانتخابات. قضية أخرى أن هناك نعم كتل كبيرة عتيدة في المشهد السياسي وهناك كتل ناشئة. قطعا الكتلة الناشئة أو الكتل الناشئة عندما تخط أولى خطواتها باتجاه المشاركة بانتخابات مجالس المحافظات قطعا لديها يعني عدة آليات، ومن الممكن أن تكون هناك آليات أخرى مثلا الانتخابات العامة بعد هذه الانتخابات. فبالتالي التهيئة أو الاستعداد إلى الانتخابات العامة من خلال انتخابات مجالس المحافظات هذا يعني باعتقادي يعني يكون إحدى الأدوات لهذه الكتل الناشئة. أما الكتل الكبيرة قطعا هي هذه يعني فرصة مناسبة لمعرفة مقادير حجوم الكتل السياسية بعد الانتخابات الأخيرة التي كان شكلا ومضمونا لقانون الانتخابات يختلف عن هذا القانون، وهناك كتل سياسية يعني دخلت إلى البرلمان كتل ناشئة وشخصيات مستقلة، بالتالي من الممكن معرفة الأحجام الحقيقية التي سوف تتمخض عنها هذه الانتخابات. هذا سوف يعطي يا أما تماسكا إلى تحالف الدولة أو تباعدا في هذا التحالف، أي أن الحجوم التي سوف تأتلف في الانتخاب في المحافظة الواحدة نتيجة الأوزان الانتخابية السياسية الخدمية في تلك المحافظة هذا سوف يؤثر في الإطار العام للعملية السياسية في إطار الدولة بشكلها العام، قد يختلف عن ما قبل الانتخابات لمجالس المحافظات. طيب. هناك عدة متغيرات يعني هذه الجزئيات اللي تفضلت بها خلي أنقلها للدكتور أستاذ عمر الناصر. لما تحدث عن حجم التنافس أستاذ عمر تحدث عن شدة هذا التنافس، يعني هل تعطي هذه المؤشرات اللي تفضل بها الدكتور محمد العقيري بأن الكتل السياسية ترى في الانتخابات المحلية بوابة تقيس من خلالها الدخول أيضا للانتخابات البرلمانية اللي راح تحدث في عام 2025، أم أنه صراع محدد في الزعامة المحلية فقط؟ تحية مسائية لجنابك الكريم أستاذ أحمد ولزميلي وصديقي الدكتور محمد العقيلي المحترم. يعني أنا أعتقد بأنه الانتخابات مجالس المحافظات تعدها بعض الأطراف السياسية هي بمثابة هي أن تكون كاستطلاعات رأي واقعية ميدانية تختلف كثيرا عن استطلاعات الرأي الموجودة في داخل الدول المتقدمة. إذا أخذنا نظرة واقعية وشمولية على الاستطلاعات التي تقوم بها أوروبا على سبيل المثال في فرنسا وألمانيا وبريطانيا والنمسا والسويد والمجر وإلى آخره، ستجد بأن مثل هذه الاستطلاعات هي قبيل كل انتخابات تعطي نتائج دقيقة جدا من خلال مراكز الفكر والاستطلاع الرأي للنتائج التي تحقق في الانتخابات البرلمانية. إذن هذه لكن في العراق للأسف الشديد على اعتبار بأن السياسة لدينا والعملية الانتخابية هي تسير على أو تقف على أرض رملية، فتجد بأن بعض القوى السياسية ربما تجد من هذا الموضوع هو بمثابة تحفيز لها لأجل خوض الانتخابات النيابية في المرحلة المقبلة، وهي يعني تشعر بالاطمئنان من خلال المعطيات التي تقوم بتقديمها في انتخاب مجالس المحافظات. ولكن تسألني بصورة شخصية هل ستحقق مثل هذه الانتخابات المعادل السياسي الذي تود الكتل السياسية أو التغيير المرتقب سوف يتحقق في هذه الانتخابات؟ أعتقد نحن في حركة بداية، لدينا رؤية في هذا الموضوع، ودخولنا ككتلة ناشئة في هذا المجال وفي هذه الانتخابات بالتحديد هو لدينا طموح بأن تكون هي حركة بداية كالمعادل السياسي والمكافئ النوعي الذي يذهب باتجاه استقطاب بقية المدنيين وقوى تشرين وبقية المستقلين ومنفتحين على كل القوى السياسية. إذن الموضوع هو يحمل جنبات كثيرة، ولكن الأهم من ذلك كله هو أن تكون الأغلبية الصامتة
في هذه الانتخابات لديها قرار موحد بدخولها إلى هذه الانتخابات ولديها رؤية حقيقية بتوحيد القرار الانتخابي، ولكن كل ذلك هو يعتمد على مدى جدية القائمين على البرامج الانتخابية من تحقيق هذه المعطيات، حتى لا يكون هنالك عزوف جديد للشارع العراقي، وربما سوف تكون الانتخابات النيابية هي أكثر صعوبة وأكثر عزوف من الشارع عن الذهاب لصناديق الاقتراع. طيب، التحالفات السياسية دكتور محمد اللي قائمة حاليا يعني تغيرت، انفكت أو انفرطت عقود الكثير من التحالفات وتشكلت تحالفات جديدة، آخرها كان تحالف حسم، هل راح تبقى على تماسكها وتمر بسلام دون أن تتأثر بنتائج الانتخابات أو مرحلة تشكيل الحكومات المحلية، أم أنها معرضة لهزات، أم أن التصادم راح يكون أبكر ويبتدئ في مرحلة الدعاية أو قبلها؟ يعني أستاذ أحمد، سؤالك جميل جدا. النظم السياسية بصورة عامة لا تصمد كثيرا التحالفات السياسية فيها كثيرا، والتحالفات السياسية في النظم الراسخة ديمقراطيا هي لن تستمر طويلا، وإنما تكون هي وقتية تتعرض للظروف وللضغوط وكذلك إلى الأجواء التي تحيط بهذه التحالفات، فما بالك العراق فيه متغيرات كثيرة وكبيرة، وفيه مناخات متقلبة، مناخات سياسية متقلبة، هذه تؤثر على التحالفات شكلا ومضمونا. بالتالي من الممكن أن تتغير هذه التحالفات، سواء كان التحالفات على المستوى المكون السياسي الواحد أو على مستوى التحالف الذي يجمع أغلب المكونات السياسية العراقية. هذه الانتخابات هي انتخابات خدمية وليست انتخابات سياسية، لكن اشتراك الكتل السياسية وإعطائها الثوب السياسي أكثر مما هو يعني تنافس خدمي، هذا سوف يؤثر في العملية التحالفية للتحالفات، سواء كان يعني التحالفات المحلية للمكون أو التحالفات الوطنية بصورة عامة. قضية أخرى، التحالفات هي تعتمد المصالح، فبالتالي من الممكن أن تكون تحالفات في المحافظة الواحدة، كلما كان هناك يعني تقارب ما بين الكتل السياسية أو الأشخاص من حيث المناهج الانتخابية أو من حيث الأهداف التي لكل كتلة من الممكن أن تطمح أن تنفذها على واقع الحال، هذا يعني مرهون بالتقارب ما بين الكتل السياسية داخل المحافظة الواحد. لربما نشهد في محافظة ما ذات الكتل السياسية تأتلف مع بعضها البعض، وفي محافظة أخرى ذات الكتل السياسية قد لا تأتلف، هذا يعتمد على الحجوم لكل محافظة، يعتمد على البرنامج لأولويات كل كتلة سياسية باتجاه المحافظة. بغداد تختلف عن باقي المحافظات، بغداد يعني قلب العاصمة، هي يعني تعنى من قبل أمانة بغداد، مجلس محافظة بغداد هو يعنى بالأقضية والنواحي، بالتالي هناك حتى هذه التحالفات قد تختلف عن باقي المحافظات، يعني الجانب الخدمي لمجالس المحافظات هو يعنى بأطراف بغداد، وقد تكون نسبة المشاركة في أطراف بغداد هي أكثر من قلب العاصمة، لأن كون شعور المواطن البغدادي بأن هذه الانتخابات هو عضو مجلس المحافظة لا يمثله خدميا، لأن أمانة بغداد هي من تقوم بهذه الخدمات، لكن هي بالنتيجة مسؤولية تضامنية من قبل المرشحين ومن قبل الفائزين الذين سوف يعني تكون نتائجهم بعد الانتخابات، وكذلك بين المواطنين سواء كانوا في الأطراف أو في داخل مركز العاصمة. فبالتالي هناك عدة متغيرات. أمر آخر، التحالفات بين المكون الواحد ليس على مستوى المحافظة، وإنما هناك يعني تحالفات قد تكون بين محافظتين أو ثلاث أو أربع محافظات حسب يعني اتساع المكون الواحد، حسب تقارب يعني النسبة والتناسب ما بين المحافظات مرشحين أو الذين سوف يفوزون في المحافظات. في هذه الانتخابات أستاذ أحمد، لربما متغير كبير يعني تشهده هذه الانتخابات هو غياب التيار الصدري، لحد الآن لم يعلن صراحة أنه سوف يشترك بصورة واضحة وبصورة علنية أو يشترك بهذه الانتخابات عبر يعني كتل سياسية عناوينها لا تمثل التيار لكن مضمونها
وتوجهاتها واتجاهاتها تمثل التيار الصدري، وهذا غير واضح، لكن في تكهنات، في يعني استشراف لهذا الواقع. فمن الممكن الأحداث التي حصلت من تظاهرات دكتور محمد، نعم، تحدثت عن الاستشراف ونرجع للاستصحاب، يعني إذا ما استصحبنا الحالة اللي حدثت في انتخابات البرلمان أستاذ عمر، لاحظنا بأن التيار الصدري قد دخل الانتخابات بعد أن كان له موقف مضاد من الدخول بوساطة السيد رئيس تحالف الفتح الحاج هادي العامري. هل هذا السيناريو سيعود هذه المرة، ولربما ستتأثر مواعيد الانتخابات إذا ما كان هنالك طرف ثالث أن يدخل على الخط ومحاولة استمالة التيار الصدري للدخول إلى الانتخابات؟ عودتنا العملية السياسية منذ التغيير عام 2003 على المفاجآت في اللحظات الأخيرة، وتجد في المتغيرات اللحظية التي نراها في كل مرة قبيل الانتخابات تظهر هنالك بعض يعني بعض المفاجآت وبعض المتغيرات، ربما تخرج أطراف سياسية من المشهد السياسي، ربما ترجع أطراف سياسية أخرى، كل شيء هو وارد في لغة السياسة. السياسة فن الممكن، فيها الغاية تبرر الوسيلة، وهنالك مكتسبات وهنالك مصالح مشتركة ما بين القوى السياسية، كل ذلك هو مرهون بجدية الحراك السياسي الذي سوف يكون قبل الانتخابات. التيار الصدري لديه جمهور واسع ومحتكر، ولديه أيضا الوزن السياسي وعدد المقاعد، وهنالك تصنيف لهذا الموضوع، هنالك كتل لديها وزن سياسي، وهنالك كتل لديها عدد مقاعد، وهنالك كتل لديها وزن سياسي وعدد مقاعد. إذن الموضوع هو لا يمكن اختزاله بقرار العودة أو عدم العودة، لأن التيار الصدري قد خرج من داخل العملية السياسية ب 73 مقعد، ولا يمكن أن نقول بأنه قد لا يرجع إلى المشهد السياسي. أعتقد في الأيام المقبلة ربما لن يكون هنالك دور للتيار الصدري في انتخاب مجالس المحافظات، ولكن على المدى البعيد في الانتخابات النيابية المقبلة أعتقد بأنه سوف يدخل بقوة، وحتى إن لم يدخل فهو ربما سوف يدعم بعض القوى السياسية من الحركات الناشئة أو التيارات الناشئة، وسوف يحقق آنذاك بعض الإنجازات التي يراها هو مناسبة بالنسبة له. علينا أن لا نذهب ونتكهن بصورة مبكرة عن هذا الموضوع، لأننا نعيش في العراق على مبدأ المتغيرات وليست الثوابت، والجميع يعلم بأن العملية السياسية هي فيها ثلاث استراتيجيات: استراتيجية قريبة المدى ومتوسطة المدى وبعيدة المدى. واليوم قد أعتقد بأن مثل هذه الاستراتيجيات قد كلها انتهت، ونحتاج أن تكون هنالك وجوه جديدة للعملية السياسية تكون بمثابة الصاعق السياسي النوعي الذي يغير مسار العملية السياسية، وأن تذهب كل الدول أن تذهب العملية السياسية إلى إعادة مراجعة وتقييم كالتي موجودة هي في دول العالم المتقدم. أشرت حضرتك أستاذ عمر إلى قضية مراكز الدراسات، وهنا أحيل هذا الموضوع للدكتور محمد العقيلي. يعني ما تبقى تقريبا لعملية تحديث سجلات الناخبين 15 يوم، أكو أيضا بيانات تشير أن ما يزيد عن 4 ملايين لم يحدثوا بياناتهم، والنسبة كبيرة بهذا الموضوع. هذا ما يخص الناخب، وأما ما يخص الكتل السياسية أوضحته حضرتك والأستاذ الناصر، ولكن الكثير من مراكز الدراسات أشرت صعوبة التكهن بالانتخابات المحلية وبنتائجها بعيدا عن نسب المشاركة. شنو الأسباب اللي تصعب قراءة هذه النتائج، وشون نحدد مؤشراتها؟ يعني نسبة التحديث للمواطنين هذا يعتمد على إجراءات المفوضية، وإجراءات المفوضية لم تحدث لحد الآن باتجاه يعني تحديث المواطنين لبياناتهم. هذه يعني الآليات التي اتخذت من قبل المفوضية المستقلة العليا للانتخابات هي ذات الآليات السابقة، ولم تجري أي عملية إعدادات جديدة تتناغم مع طبيعة تفكير المواطن أو تتناغم مع نسبة المقاطعة للمواطنين. يعني لا نلقي اللوم على الكتل السياسية والعملية السياسية بأن المقاطعة هي تذهب باتجاهين، الكتل والعملية. بالتالي باعتقادي هي المفوضية تتحمل جزء من عملية العزوف للانتخابات، لأن العملية
الانتخابية ابتداء من تحديث سجل الناخبين إلى تسجيل الكيانات إلى تسجيل الأسماء إلى عملية الاقتراع، فيها مشاكل كثيرة يعاني منها المواطن. كم من المواطنين يذهبون إلى مراكز التحديث ولم يكن هناك التعامل الإيجابي من قبل يعني الموظفين التابعين إلى المفوضية مع المواطنين؟ هناك تذمر من قبل المواطنين بهذا التعامل، وهي قضية التحديث هي قضية طوعية، فإذا المواطن عندما يذهب بطوع نفسه لتحديث بياناته لإدامة الزخم الوطني يفترض أن يكون هناك جهد وطني مصاحب من قبل المفوضية وموظفين المفوضية باتجاه المواطنين الذين يأتون طوعا لتحديث بياناتهم. حتى الانتخابات هي قضية طوعية، للمواطن أن يذهب للانتخابات ينتخب يقترع بالانتخابات أو لربما لن يخرج. عندما يجد هناك ممارسات، هناك يعني عدم وجود الاحترام الكامل لهذا الصوت العراقي الذي يريد فيه اختيار من يقتنع به، هذا سوف لن تكون هناك عملية زيادة الزخم باتجاه الصناديق باتجاه المراكز باتجاه مراكز التحديث إذا لم تعدل المفوضية من إجراءاتها وآلياتها بالتعامل. هذا جانب مهم. نقول واجب المفوضية، مرة نقول واجب الإعلام زيادة وكذلك الإعلام. نعم. ولكن أيضا أستاذ عمر يعني لا ننسى أنه هاي المجالس المحلية لها تاريخ سيء من الفساد وابتزاز المسؤولين المحليين، خصوصا بعدما انفرط العقد بين مجالس المحافظات وأعضائها وبين المواطن بأنه انتهت الأربع سنوات وظلت مستمرة دون مسوغ قانوني. كيف يمكن إقناع الشارع بالذهاب نحو هذا الاستحقاق مجددا؟ ربما تكون هنالك خطوة واحدة نستطيع أن نذهب بأن نستقطب الناخب من جديد ونعيده إلى حضن العملية الانتخابية، وهي بأن تكون هنالك جدية حقيقية من البرلمان العراقي للذهاب لموضوع مكافحة الفساد بشكل صريح وشفاف وواضح. الحكومة الحالية هي جادة وذاهبة باتجاه مكافحة الفساد، لكنها تحتاج إلى أدوات، وهذه الأدوات سبق وأن تحدثنا فيها بها بمحافل كثيرة. موضوع مكاتب المفتشين العموميين كان هو سبب أساسي بإلغاء مكاتب المفتشين العموميين، كان سبب أساسي في تنامي موضوع الفساد وصعود هذه الآفة إلى ما نحن إليه الآن. ولكن ما هي الخطوة التي بالإمكان أن نذهب إليها في الأيام القادمة؟ أو أعتقد أنه ينبغي أن تكون هنالك لجنة حقيقية قادرة على أن تقوم بمهام مكاتب المفتشين العموميين وهي تشرف على عمل مجالس يعني المحافظات. مكاتب المفتشين ما كانت تتدخل في مجالس المحافظات، يعني تم إلغائها قبل 3 سنوات وإحنا نتحدث عن 10 سنوات وما عندنا انتخابات لمجالس المحافظات. نعم، هذا شيء مرتبط بشيء، الكل هي عبارة عن سلسلة، وإذا فرطت واحدة من هذه الحلقات الموجودة في هذه السلسلة انفرط العقد بالكامل. إذن الموضوع هو تكاملي، موضوع مجالس المحافظات ومراقبة أداء مجلس النواب ومكافحة الفساد كلها تذهب بخط متسلسل وجهة رقابية تتابع جهة رقابية أخرى. إذن الموضوع هو عبارة عن مسألة معقدة في الوقت الحالي، على اعتبار بأن هنالك أصلاً تشظي وانقسام في القرار السياسي الذي يؤدي بنهاية المطاف إلى أن يكون هنالك عدم وجود رؤية واضحة وحقيقية وللآليات التي تذهب إليها جميع لجان مكافحة الفساد. الإرادة موجودة أستاذ عمر، عفواً المقاطعة، خليت وجه أستاذ محمد. دكتور محمد، يعني الإرادة موجودة للمضي في هذا الاستحقاق الانتخابي رغم كل الأمور، ولكن عندنا بعض العراقيل، يعني نهاية العام الحالي بداية العام المقبل هو العمر الرسمي لمفوضية الانتخابات، هل تتوقع أنه راح يكون هذا كافي لإجراء الانتخابات، إتمام الطعون، المصادقة عليها؟ يعني هذا ما يضع الجميع أمام فكرة تعديل البرلمان لقانون المفوضية وتمديد عمرها. الكتل السياسية مستعدة لهذا الخيار وإجراء التدخل داخل قبة البرلمان؟ يعني من الممكن يعني البرلمان العراقي بكتله أن يمدد لعمل المفوضية إذا أصبح الموقف والتوقيتات محرجة للمفوضية بانتهاء عمرها. لكن أنا يعني لدي توقع معين، يعني بنسب ليست بالنسب الكبيرة والمتقدمة لهذا التوقع، بأن قد تكون يعني هذه الانتخابات مصيرها التأجيل مرة أخرى لعدة خيارات. الأولى من هذه الخيارات التي تفضلت بها هو عمر المفوضية. ثانيا
التيار الصدري لربما يعني يعدل عن قراره، بل أن هناك كتل سياسية لربما تتوسط مع التيار الصدري. صح التيار الصدري لديه قرار واحد من قبل السيد مقتدى الصدر، لكن من الممكن أن تكون هناك مؤثرات ومتغيرات يشهدها يعني البلاد، تشهدها البلاد هذه التغيرات. من الممكن أن تجعل بعض المتغيرات تتغير حجم التحالفات والتنافس والصراع ما بين التحالفات الجديدة الناشئة وخصوصا في محافظة الأنبار، يعني قد يعني تكون هناك متغيرات بتأجيل لا إلغاء، تأجيل موعد الانتخابات مرة أخرى، حتى أدوات وآليات واستعدادات المفوضية بتوقعي أنها ليست كما كانت في الانتخابات السابقة لهذه الاستعدادات. فمجموعة عوامل ومتغيرات قد تجعل هذا الاستحقاق يؤجل إلى موعد لاحقا، ومنها المفوضية. احنا هنا راح نسأل دكتور محمد الأستاذ عمر الناصر، راح نسأل أنه يعني على سبيل المثال الإطار التنسيقي دولة القانون هل هو ثابت على رأيه وموقفه في إجراء الانتخابات بموعدها المحدد؟ قبالة ذلك ومنذ فتح مفوضية الانتخابات لباب تسجيل التحالفات شهدت الساحة السياسية إفرازات جديدة، اصطفافات متعددة خاصة في المشهد السني. انتهت هذه العاصفة أم أن الرمال ما تزال غير مستقرة ومتحركة؟ يعني باعتقادي بأن الإطار التنسيقي ودولة القانون هم لحد هذه اللحظة عازمين أن تجرى الانتخابات في وقتها المحدد، لكن كل ذلك يعتمد على الظروف التي سوف تكون، التي سوف تواجه العملية السياسية قبيل الانتخابات، الأشياء الأخرى أو الأمور الأخرى التي ينبغي أن تؤخذ بنظر الاعتبار هو موضوع المفوضية. للأسف هنالك نقطة قد لمستها في جميع الانتخابات الماضية منذ التغيير عام 2003 ولحد الانتخابات الأخيرة وربما هذه الانتخابات القادمة، هو وجود ضعف في موضوع التثقيف لاستقطاب الناخب العراقي من قبل المفوضية. البعض يرمي بالكرة في ملعب الإعلام، والبعض الآخر يرميها في ملعب الحكومة العراقية، والبعض يرميها في ملعب الكتل السياسية. لكن في واقع الحال وحسب قرارة نفسي أرى ضروري، من الضروري جدا أن تكون للمفوضية رؤية غير متماهية، لأن استقطاب الناخب هو تكون من خلال إدامة الزخم الإعلامي والتثقيف باتجاه ضرورة المشاركة الانتخابية الواسعة، وهذه تكون هي من أولويات المفوضية. إذن علينا اليوم أن نعيد النظر أصلا بالمفوضية، وما هي الآليات التي تتبعها، وما هي الظروف التي تتحكم بها بشكل أو بآخر. هنالك بعض التعقيدات ربما تواجه المفوضية التي تجعل من هذا الموضوع هو غير منسجم انسجام كلي مع تطلعات الشارع العربي. طيب أنا أشكرك شكرا جزيلا أستاذ عمر الناصر على هذه الإيضاحات، ولكن أرجو أن تتفضل بالبقاء معي في الملف الآخر. وفي هذه الأثناء تقدم الشكر الجزيل للدكتور محمد العقيلي رئيس مجموعة الدراسات والأبحاث الاستراتيجية الدولية ضيفا كريما في الأستوديو. نتواصل وإياكم مشاهدي الأحبة بعد الفاصل، نتابع. مجددا حياكم الله مشاهدي الأحبة، جد ترحابي بالأستاذ عمر الناصر عضو حركة بداية. حياك الله أستاذ عمر ضيفا كريما الله. وكذلك ينضم معي في الاستوديو الدكتور طارق الزبيدي أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد، حياكم الله ضيوفا كرام. دكتور طارق، نتحدث عن الملف اليمني وهو أحد الملفات الإقليمية المعقدة. الحرب هناك تدخل عامها التاسع، ربما أطراف الصراع أدركت حجم المخاطر في هذا الاقتتال. الدور العراقي في تثبيت أولى ركائزه هل يمثل رافد جديد في حلقات الجهود الإقليمية والدولية نحو تسوية الأزمة وإحلال السلام؟
اهلا وسهلا بحضرتك استاذ احمد وضيف الكريم استاذ عمر والمشاهدون الاكارم. في الحقيقه الازمه اليمنيه ازمه معقده مثل ما تفضلت حضرتك، ازمه متداخله فيها جوانب اقليميه فيها جوانب دوليه، فضلا عن ذلك هناك نزاعا محليا واضحا، واعتقد ان الوساطات هي كثيره ومتعدده، ولكن ابرز الوساطات الناجحه للازمه اليمنيه هي الوساطة العراقية والوساطة العمانية. للوساطة العمانية دور كبير في تخفيف هذه الأزمة وتحقيق هذه الهدنة الواضحة في إطار يعني أطراف النزاع. أعتقد أن دخول العراق واستمراره في هذه المفاوضات وإيجاد نوع من التقارب بين المختلفين حول هذا الموضوع، أعتقد للعراق سوف يكون دور واضح باعتباره وسيط مرحب به، والعراق يمتلك شروط نجاح الوساطة. من أبرز الشروط التي يفترض أن تكون لأي وساطة هو أن الوسيط يكون على مسافة واحدة من جميع الأطراف، وأعتقد أن العراق لغاية الآن هو لم يدخل طرفا ضد طرف آخر ولم يشجع طرف على الأطراف الأخرى، بل العكس من ذلك، العراق يحاول أن يكون وسيط لغرض إيجاد نوع من التفاهمات المتعلقة بالمشاكل العالقة والانتقال من مرحلة الهدنة إلى مرحلة الحوار الحقيقي والجدي بين أطراف الأزمة اليمنية. أعتقد أن العراق بدأ لحل الأزمة اليمنية منذ المفاوضات السابقة التي كانت تجرى في العراق ما بين السعودية وإيران، باعتبار أن في إطار هذه المفاوضات ضمنيا كانت الأزمة السورية والأزمة اليمنية حاضرة وواضحة. الأزمة اليمنية سوف لن تحل إلا عبر مرحلتين. المرحلة الأولى يفترض أن تحل من خلال تقريب وجهات نظر الأطراف المتخاصمة على مستوى الإقليم، والمرحلة الثانية هو التفاهم الداخلي اليمني. أعتقد أن المرحلة الأولى تم حسمها تقريبا من خلال التقارب الإيراني السعودي وإيجاد نوع من التفاهم وإعادة العلاقات ما بين البلدين المهمين. أما المرحلة الثانية يعني يحتاج اليمن أن يجد نوع من التفاهم الداخلي داخل اليمن وإيجاد مصالحة حقيقية وإيجاد خارطة سياسية مستقبلية يتفق عليها كلا الطرفان سواء الحوثيون أو الحكومة الحالية. أفق هاي المرحلتين دكتور طارق، يعني خليني أجدد رحابي الأستاذ عمر الناصر، شو راح تقيم عرض الوساطة العراقية وسط المراحل والمواقف اللي تحدث بها الدكتور طارق الزبيدي؟ يعني هل الوضع في اليمن يحتاج إلى المزيد من الميسرين للحوار أم أنه غير مطلوب؟ شكرا جزيلا مرة ثانية أستاذ أحمد وللدكتور طارق المحترم. اليمن كما تعلمها هي في هذه المرحلة تحتاج إلى ليست وساطة بل تحتاج إلى نوع من ترطيب الأجواء السياسية المشحونة بالعنف ومشحونة بالحقن الطائفي والحقن القبلي وإلى آخره. العراق في أزمان سابقة كان يتصدر النفوذ العربي والإقليمي، تليه العربية السعودية ثم مصر وسوريا، وهذا اليوم نرى بأن حتى إذا لم يكن للعراق دور في أن يكون هو الداعم الأول لموضوع الحلحلة فهو يكفي أن تكون لديه مبادرة. لسبب بسيط، في السابق كان في العشر أعوام الماضية لم يكن للعراق دور كبير في حل أي أزمة إقليمية، بينما نجد اليوم وبعد الانفتاح على دول الجوار وخصوصا زيارة سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد إلى العراق قد فتح الباب على مصراعيه باتجاه أن يكون للعراق دور حقيقي في الوساطات العربية والإقليمية. إذن أقول هذه المرحلة هي تحتاج إلى أن يكون للعراق قفزات نوعية باتجاه تمكين السياسة العراقية. نحن بحاجة إلى أن نكون أكثر حرفية في موضوع انتقاء المفاوضين وموضوع انتقاء الدبلوماسيين وموضوع انتقاء الأجواء المناسبة لعقد المؤتمرات التي تذهب باتجاه ترطيب الأجواء ما بين الدول المتنازعة، حتى يكون في المرحلة المقبلة دور حقيقي في صنع وتمكين السيادة العراقية. إذن الموضوع يحتاج إلى أن تكون هنالك فقط ستراكشر هيكلية واضحة لكيف يكون هو موضوع السياسة الخارجية وتحركاتها مع في أزمة اليمن بالتحديد، لأننا بعد الانفتاح الأخير وبعد أن أصبحت العلاقات
هي جيدة ما بين العربية السعودية وإيران، سوف ينتقل من مرحلة المفاوضات إلى مرحلة فتح التجارة على مصراعيها، وهذا أعتقد بأنه سوف يكون بمثابة الأجواء الحقيقية التي تحتاج إليها اليمن، وخصوصا بأن عمان في هذه المرحلة أيضا هي لها دور كبير في 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 يعني تمهيد الطريق مع 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 بين إيران وبين العربية السعودية. طيب. إذن الموضوع هو كله يأخذ إلى دور سلطنة عمان. وهنا دكتور طارق، يعني جهود إنهاء الأزمة تقتصر على أطراف النزاع الداخلية، منها تمتد لمحركات إقليمية، يجب أن تتفق على رؤية موحدة للتسوية السياسية. الحقيقة نجاح حل هذه الأزمة لا يرتبط فقط بالفاعل الإقليمي، ولا يرتبط أيضا بطبيعة الوساطات وطبيعة الدولة الوسيطة. أعتقد النجاح يرتبط إلى حد كبير بالتفاهم اليمني الداخلي. وأكبر مشكلة تواجه اليمنيون بالوقت الحاضر، المختلفون أقصد، هو ارتفاع سقف المطالب، باعتبار أن كل جهة تحاول أن تثبت مطالبها وتحاول أن تبالغ بسقف المطالب. ومن خلال يعني المتابعة للأزمة اليمنية، أعتقد أن الحوثيون لديهم مطالب، وفي بعض الأحيان هذه المطالب يعني بعض منها يرتبط بموضوع الرواتب وغيرها من تفاصيل كثيرة. مقابل ذلك الحكومة المشكلة الحالية في اليمن أيضا لديها مطالب. أعتقد أن الأزمة الحالية ترتبط بطبيعة التوافق ما بين هذه المطالب المتناقضة في بعض الأحيان. في بعض الأحيان تكون هناك مطالب متناقضة، فهذا السبب الرئيسي الذي يعني جعل من الأزمة معقدة. ولذلك البعض بعض التقارير يعني الإعلامية والصحفية تتخوف إلى حد كبير من فشل الهدنة القائمة اليوم في اليمن، باعتبار الكثير من القيادات الحوثية وكذلك البعض من يعني موجودون في الحكومة الحالية يصرحون أن الهدنة قد يتم إنهائها في أي لحظة، باعتبار أن الحلول الحقيقية لم تبدأ، ولغاية الآن جميع الحلول هي ترقيعية، وهناك مشاكل ومأساة داخل اليمن. أعتقد أن بقاء هذه الأزمة وتأخيرها والوقت هو ليس بصالح اليمنيين، باعتبار أن البنى التحتية مدمرة وهناك ضحايا الحروب الدائرة في اليمن، بعض الضحايا هم جرحى ويحتاجون للعلاج. هذه المشاكل الكثيرة والكبيرة والمعقدة تحتاج إلى إرادة يمنية حقيقية. الإرادة اليمنية إذا لم تفعل سوف لن تحل الأزمة، حتى وإن كان الفاعل الإقليمي موافق، حتى وإن كان الفاعل الدولي موافق، وحتى وإن كان الطرف الذي يكون وسيطا في يمتلك مواصفات جيدة. نعم. طيب، العراق له يعني علاقة جيدة مع محوري طرف النزاع اليمني أستاذ عمر، هل راح تخدمه في إنعاش مفاوضات الحل السياسي؟ هل تمنح الوساطة ثقة الطرفين؟ بالتالي احنا اليوم نركز على الفاعل السياسي العراقي عندما يتدخل بوساطات بين دول كبيرة في المنطقة، هذا بالتأكيد انه راح يولد اسهام فاعل ودور حقيقي للعراق. كيف تنظر الى دخوله على خط المفاوضة وتقريب وجهات النظر في هذه الحالة؟ يعني انا اعتقد بانه هذه دخول العراق لان يحل محل الوسيط هي فرصة ذهبية له، على اعتبار بانه في كل هذه الفترة الماضية لم تكن هنالك جهة ذات مصداقية وجادة وصادقة بموضوع حل الأزمة اليمنية. والدليل على ذلك في جميع الأوقات الماضية لم يكن للولايات المتحدة دور في حل هذه الأزمة، بل زادت الطين بلة من خلال بعض التصريحات. إذن اليوم نحن نحتاج لأن تكون هنالك جهة حقيقية داعمة ورصينة وقادرة على أن تذهب بنوايا صادقة وجادة في حل الأزمة اليمنية. للأسف اليمن بلد فقير، وكل الدول الاستعمارية وكل الدول التي لديها مطامع في أي دولة من دول العالم لا تذهب إلى الدول الفقيرة، وليس لديها أي اهتمام بموضوع حل المشاكل التي لديها، ليس يعني لا تكترث بحل مشاكل دولة لا تستفيد منها. وهذا ما نراه اليوم في اليمن. اليمن بلد فقير، فقط يعتمد على الزراعة، لديه أكثر من 51 مليون قطعة سلاح، يعاني من الموضوع عسكرة المجتمع. لذلك تجد بأن مثل هذه الحلول هي حلول تحتاج إلى
أن تكون لها استراتيجيات واضحة من خلال بعض مراكز الفكر والأبحاث في الدول المتقدمة لكي تساعد اليمنيين على أن يذهبوا باتجاه بلد مستقر وحقيقي يتمتع بالديمقراطية. لكن هل تسألني هل توجد مثل هذه خارطة الطريق لدى الدول الأخرى، الدول المتقدمة أو الأمم المتحدة التي تنادي في كل الأوقات إلى ضرورة ضبط النفس والتعايش السلمي والحفاظ على النسيج المجتمعي؟ أعتقد بأنها هي هذه التصريحات فقط إعلامية ومبالغ بها نوعا ما. وهنا عندنا أيضا نقطة جوهرية وهي تجعل الشعب قبل الحكومات على المحاك. دكتور طارق، نتحدث عن مخاطر بقاء اليمن في هذه المنطقة، منطقة لا سن ولا حرب، خاصة وأن هنالك تقارير دولية تعذر الأطراف من إبرام صفقة سياسية قد يرشح النزاع من خلال المستويات السابقة وربما يتجاوزه. نعم، في الحقيقة بقاء الوضع بهذا الشكل دون تحريك المياه الراكدة وإيجاد نوع من الحلول قد يؤدي إلى يعني تفاقم الأزمة، وقد نشهد انهيار لهذه الهدنة الموجودة وعودة الحرب لا سمح الله. ولكن سرعة الاستجابة بين الأطراف المتنازعة ووجود أطراف يعني مهمة، يعني أطراف وساطة أقصد مهمة كوساطة العراق أو عمان، يفترض أن تستغل من قبل اليمنيين. يفترض اليمنيين أن يدركون أنه بقاء هذه الأزمة معلقة سوف لن يكون بصالح أي طرف من الأطراف، وحل هذه الأزمة سوف يفضي بنتائج إيجابية على جميع الأطراف. بمعنى أن حل هذه الأزمة هو لا يكون يعني لصالح طرف على حساب طرف آخر، على العكس من ذلك كل الأطراف اليمنية بالوقت الحاضر سوف تستفاد إذا ما تم وجود اتفاق ينهي هذه الأزمة. طبعا بالمناسبة هذه الأزمات الموجودة هو ليس الأولى من نوعها، فيما سبق كانت الحرب الأهلية في لبنان وباتفاق الطائف تم حل المشكلة. صحيح لم يكن هناك حلا جذريا للأزمة اللبنانية، ولكن استطعنا أو استطاع اللبنانيون أن يوقفوا حروب مدمرة، حرب أهلية مدمرة. كذلك الحال باليمن وهي ليس معجزة، باستطاعة اليمنيون أن يتفقوا في اتفاقية معينة لإيجاد خارطة طريق يستطيعون من خلالها أن يكون هناك مشروع سياسي يتفق عليه جميع الأطراف. وأنا قد أختلف قليلا مع الأستاذ الفاضل أستاذ عمر فيما يتعلق باليمن باعتباره بلد فقير. أعتقد أن إمكانات اليمن إمكانات كبيرة من حيث الموقع الجغرافي ومن حيث الموارد، ولكن مشكلة اليمن أيضا شبيهة بدول أخرى مثل العراق هو سوء الإدارة. فضلا عن ذلك هناك مشكلة أخرى تتعلق باليمن ودول المنطقة هو الصراعات السياسية التي انعكست بشكل واضح على موضوع الاستقرار الاقتصادي. وأعتقد أن إذا ما تم تحقيق الاستقرار السياسي في اليمن نستطيع بعدها الانتقال للاستقرار الاقتصادي وبالإمكان أيضا تحقيق دولة الرفاه. نعم، أشكرك شكرا جزيلا دكتور طارق الزبيدي أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد، أثريت الحوار في هذا الملف، والأستاذ عمر الناصر عضو حركة بداية رافقتنا في الملفين ضيف الكريمة في الاستوديو. شكري موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة، في أمان الله.